ضربة البداية في خط المنتصف مع هناء العلواني. مساكم الله بالخير مستمعي الموجة السعودية ألف ألف أف أم، حيكم أنا هاني الحجازي في مساء نهاية الأسبوع الجميل وحلقة جديدة من برنامجكم الرياضي اليومي خط المنتصف. طبعا في بداية هذه الحلقة قبل العناوين أيضا مستمعينا الكرام اسمحوا لي بكلمة بسيطة عن القضية التي أثيرت حول الأحداث التي حصلت للاعب ناصر الشمراني. خلينا نقول في البداية أنا لست ضد الإثارة الإعلامية بكل تأكيد، لكن بالتأكيد يجب أن نكون جميعا ضد الإسفاف في الطرح وفي طريقة تناول الموضوع. عندما أخطأ ناصر الشمراني في الملعب الكل انتقد، وبالفعل كلنا انتقدنا وقفنا ضده فيما أخطأ، ولكن اليوم في هذه القضية عندما نتناولها بهذا الشكل لمشكلة خارج الملعب بهذه الطريقة التي تتواجد في مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى في مواقع سواء في البرامج التواصل وبرامج الاجتماع التواصل المجتمعي، بالتأكيد شيء محزن وأنا أقوله بكل ألم. هناك إسفاف أيضا في الطرح. ما حصل مع ناصر الذين تناقلوه بمثالية، أنا أقول إنه اللي حصل مع ناصر ربما يحصل مع الجميع، سواء كانت مشكلة كما ذكر على موقف سيارة أو مشكلة عائلية، بالتأكيد كلنا معرضون لهذا الشيء. فهي رسالة لكل من في المجال الرياضي سواء إعلاميين أو سواء متابعين أن ننظر لهذه الموضوعات بمثالية منا نحن، لموضوعات ربما نكون يوم من الأيام معرضين بشكل أو بآخر لهذه الموضوعات، بالتأكيد هذا شيء مؤلم جدا. أيضا صعب أنه نجي نقول أنه ناصر مثلا مشكلته مع أهلاوي أو اتحادي أو نصراوي، صعب جدا، المجتمع كله انتماءات، فاللي يلعب برضو على ذا الجانب إحنا نقول أنه غلط، سواء مشكلة ناصر مع أهلاوي أو مع زوج أخته أو شيء، إحنا نقول إحنا مسلمين في الأول وفي الآخر وهذه أفعال الغرب وتصرفاته وإحنا بالتأكيد أكبر منها. بداية هذه الحلقة بالعناوين. عناوين خط المنتصف. الإعلام الرياضي عمل أم هواية؟ ورغم تأثيره أين هي التخصصية؟ الخبرة هل تكفي لطرح متميز؟ والمؤسسات الصحفية ربح أم خدمة مجتمعية؟ أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة الجديدة في نهاية هذا الأسبوع من برنامج خط المنتصف. طبعاً في البداية خليني أذكركم بأرقام التواصل معنا في البرنامج للاستيسي عبر رسائل الاسمس 84770 ولموبايلي 640660 ولزين 7462622. أيضاً بالتأكيد تهمني مشاركاتكم عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر هاشتاغ البرنامج خط أندرسكور المنتصف. في بداية هذه الحلقة التي جعلنا لها عنوان الإعلام الرياضي بين الواقع والمأمول، خلينا برضو نقول أنه كل ما سنطرحه في هذه الحلقة بالتأكيد نسنا بمنأى عنه، ولكن هي مبادرة للتغيير، مبادرة نبدأ فيها اليوم من أنفسنا كوننا نظهر لكم من خلال هذا المجال، مجال الإعلام الرياضي. طبعا في هذه الحلقة سيكون معنا الدكتور أيمن حبيب أستاذ الإعلام بجامعة أم القرى وأيضا رئيس تحرير صحيفة عكاظ سابقا. سيكون معنا أيضا الدكتور يوسف الثبيتي أستاذ الإدارة الرياضية بجامعة أم القرى. أيضا سيكون معنا الأستاذ عبد الله فلاتة رئيس القسم الرياضي في صحيفة المدينة، والأستاذ علي الزهراني الكاتب الرياضي القدير وعضو اتحاد الإعلاميين العرب. وأنا أقول وأكررها بأننا اليوم نبدأ مبادرة نبدأ بأنفسنا لنصحح من وضع كل ما يدور في المجال الإعلامي، وذكرنا أيضا قضية اللاعب ناصر الشمراني ربما تكون أيضا رسالة للكثيرين في هذا المجال. طبعا في البداية دعوني أرحب بضيفي الدكتور أيمن حبيب أستاذ الإعلام في جامعة أم القرى وأيضا الرجل الذي رأس تحرير صحيفة عكاظ في وقت سابق. دكتور سعيد جدا بتواجدك معي. يا أهلا وسهلا، وأنا أيضا أشارككم بالسعادة بالمشاركة والتواجد معكم
ويسعدني ان نكون ضيوف على اذاعتكم السريه والمتالقه. الله يكرمك دكتور، بالتاكيد احنا اسعد. دكتور، لماذا يقال عن مهنتكم بانها مهنه من لا مهنه له؟ اوف، هكذا يقال؟ يقال في المجتمع، ونحن نطرح ما يقال بكل شفافيه دكتور. يعني احنا كمتخصصين في عالم يعني متحضر وعالم يؤمن بالتخصص العلمي وبالمعلومه وبالتطور المهني المبني على الاسس والقواعد العلميه، لا نشارك كثيرا في هذه المقوله وان كانت الى حد ما صائبه. جميل. السياق يعني يأتي من أن مهنة الصحافة ربما توازي أو تلامس هواية عند الكثيرين. موهبة الكتابة طبعا لا يملكها الجميع، لكن الرغبة في الكتابة أو التعبير عن الذات أو المشاركة، فالبعض يعتقد أنه لمجرد أنه يعني يمسك الورقة والقلم، نتحدث عن الأساليب القديمة الآن ضغطة الزر، يعني حولت الكل إلى كتبة. صحيح. بس ليس كل كاتب يعني بارع وماهر ومتميز. فنعرف جميعا أن هناك كثيرين من الزملاء الذين اعتقدوا أن لهم علاقة بمهنة الصحافة ولجوا إليها دون أي تخصص، دون أي دراية، دون أي إدراك، ربما تعلموا أو تسلمزوا، والبعض منهم قد يكون استفاد من خلال الممارسة. جميل. جميل. هذا أعتقد أنه عبء على الوسيلة الصحفية. جميل. دكتور، حتى لا يكون كلامنا تنظيري بشكل كبير، احنا خلينا نقول كمتعلمين وكمختصين في هذا المجال ربما لا يتواجدوا بشكل كبير في هذا المجال، أصحاب الخبرة هم يتواجدون وأيضا في أماكن حساسة وأماكن قيادية في مجال الصحافة وحتى الإذاعة وحتى التلفاز. طبعا أصحاب الخبرة لا شك لهم التقدير، ولا ننتقص يعني من قدراتهم وخبراتهم كونهم غير متخصصين أو غير مؤهلين علميا. جميل. لكن هذا أيضا لا يقلل من شأن أو أهمية التخصص العلمي، وأنا أعتقد لو امتزجت الخبرة مع التخصص العلمي أو التأهيل الأكاديمي لبرزت الخبرة أكثر، أو الموهبة دعنا نقول هي يعني سيد الموقف الموهبة. الخبرة أحيانا يبقى بعض الزملاء يعني 3 عقود 4 عقود لكن لم يتقدم خطوة واحدة، ومع ذلك يعتقد أنه موجود في خارطة العمل الصحفي. صحيح. هناك نماذج يعني عديدة، لا أقول كثيرة. جميل. لكن أصحاب الخبرة الحقيقة يعول عليهم أنهم ربما نهضت الصحافة على أكتافهم، ليس في فقط المملكة العربية السعودية بل في كثير من الأقطار العربية. لو بحثنا عن معظم القامات الصحفية في العالم العربي لربما وجدنا أنهم يعني لا أريد أن أقول دخلاء ولكن أقول غير متخصصين علميا. جميل. ومع ذلك بعضهم برز ونجح، طور أدواته، طور أسلوبه، استطاع أن يفهم أبجديات المهنة ومتطلباتها. جميل. وربما واكبها. جميل دكتور. هذا حديثك اسمح لي دكتور يقودني أيضا إلى تساؤل، أنتم كمختصين تنظرون للإعلام في المقام الأول بأنه ملكة أم تعلم؟ في المقام الأول ننظر إليه كموهبة وتعلم أيضا. جميل. يعني الاثنين لابد أن يمتزج. أجد اسمح لي أقارن أيضا بالعكس، بعض زملائنا أساتذة الإعلام في الجامعات ربما طالب موهوب يجيد كتابة خبر أو موضوع أو تحليل أو تعليق. جميل. أفضل الأستاذ لأنه يمتلك الموهبة. الأستاذ يمتلك النظريات ويعرف القواعد الإعلامية التي قامت عليها كبريات من الأعمال الصحفية والإعلامية على مستوى العالم، لكن لا يجيد هو الممارسة المهنية. وهناك كثير من الأساتذة الأكاديميين ناجح ربما أكاديميا لكنه فاشل مهنيا، وهذا يدل على أن الموهبة أيضا مطلوبة ومطلوبة. جميل.
دكتور، في أعلم أنك أنت أستاذ للإعلام في جامعة أم القرى، وخليني أنا أسألك بكل شفافية دكتور، ما الشيء الذي تقدم بنفسك أنت لمحاولة أن يتم تقنين دخول الطلاب لقسم الإعلام أو حتى الأقسام الرياضية؟ نجد أن هذه الأقسام ربما تكون خيار أخير، أنا ما بقول بألفاظ يعني شوية، بس نقول أنه هذه الأقسام ربما يدفع إليها الطلاب كخيار أخير للبقاء في الجامعة ولا يذهب إليها الطلاب برغبة. طبعا أنا أعتقد أن هذه يعني نظرة أو قناعة ظالمة لأقسام الإعلام أو لمهنة الإعلام أو لتخصص الإعلام بشكل أو بآخر، ومع الأسف أن هذا الانطباع موجود ومتراكم منذ إنشاء أقسام الإعلام مع الأسف الشديد، يبدو أنه ينسحب عليه سياق مهنة من لا مهنة له، من لا يجد تخصصا يلبي طموحه، طب، هندسة، كذا، يعتقد أن الإعلام هو معبر أو المخرج السلمي لبوابة الجامعة. دكتور في أمثلة وصلت، يعني هم من غير مقطع كلامك دكتور، في أمثلة أمامهم وصلت بهذه الطريقة، فبالتالي أيضا ربما هم يصلوا. يبدو لي في تفسير الخاص أن جزء من هذه القناعة المتراكمة عبر عدة عقود نتيجة يعني أن الإعلام أخي الكريم أصبح يعني حقيقة ماثلة في حياة كل إنسان، ليس فقط في المجتمع السعودي وإنما في جميع المجتمعات الإنسانية. زادت خارطة الانتشار الإعلامي في اهتمامات المجتمع البشري ثورة وسائل الاتصال، وزادت أكثر مع أيضا وسائل التواصل الاجتماعي. جميل. الآن نعيش عصر آخر يلي عصر الإعلام أو ثورة وسائل الإعلام وثورة المعلومة. جميل. الآن عصر ثورة وسائل التواصل، وهذا يعطي الاعتقاد التلقائي والعفوي لدى كل إنسان أنه يملك القدرة على الكتابة. بالتأكيد. هو يشارك في فيسبوك، هو يشارك في الانستغرام، يشارك ويكتب، ربما كتابة بعضها ركيكة، بعضها لا تخلو من أخطاء. جميل. لكن أصبح الكل يكتب، وأنا أعتقد أن هذه ظاهرة جيدة، ليست ظاهرة سيئة. ونجد الآن وسائل الإعلامية والصحفية تحديدا في بعض الدول الأوروبية في بلجيكا وفي السويد تعتمد اعتماد كلي على المتلقي، على هذا الذي يصبح يكتب بعفوية أو بتلقائية، وتحرض على أن يكون مراسلا غير رسمي غير معتمد لهذه الوسيلة، وهذه طريقة ذكية لتوسيع قاعدة الانتشار لهذه الوسيلة. جميل جدا دكتور، أنا راح أوقف عند هذا الكلام كثيرا بشكل أو بآخر للحديث في ثناياه، وأيضا سأعود إليك بعد الفاصل لنتحدث عن كيف يفرق المحب للمجال الإعلامي سواء الرياضي أو المجال ككل، من يحب هذا المجال ومن يريد أن يعمل في هذا المجال بعد هذا الفاصل القصير. ضربة البداية في خط المنتصف مع هناء العلواني. عودة لكم مجددا مستمعينا الكرام في حديثنا الذي يتواصل عن الإعلام الرياضي بين الواقع والمأمول. أيضا أعود لبعض المشاركات عبر هاشتاق البرنامج في تويتر، بالتأكيد هناك بعض الجماهير غاضبة من الحملة التي شنت على تصرفات ناصر الشمراني، وتحدثنا عنها في بداية الحلقة بكل تأكيد. أيضا يسعدنا أن يكون معنا عبر السمع المهندس جلال كعكي، طبعا أسعدني بمتابعته في هذا المساء. أعود أيضا للدكتور أيمن حبيب. دكتور، كنت سألتك قبل الفاصل وأنت من أشد في خطوة أن يتواجد عدد كثير في المجال من خلال الكتابة والطرح الإعلامي بشكل أو بآخر، سألتك عن الفرق بين المحب لهذا المجال ومن يريد أن يعمل في هذا المجال. يعني الفرق ربما قد لا يكون واضحا إلا إذا من يحب أو من يرغب العمل في هذا المجال
لم يكتفي فقط بمجرد المشاركة العادية الباهتة أو مجرد التعبير عن الذات. يعني الكتابة الإعلامية لا ينبغي الاستهانة بها، يعني هي عملية إبداعية بالغة الصعوبة، ومن يتميز أو يبرز في هذا المجال لا 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 شك أنه يتطلب منها الكثير من الجهد والكثير من الإدراك والكثير من التطوير لمفاهيمه ولأدوات الكتابة لديه ولأسلوب التعبير وللحس المهني. جميل. تعلم أخي العزيز، يعني معطيات العمل الإعلامي لا تتاح للجميع. صحيح الكتابة حق مشروع لكل من يرغب أن يعبر عن الذات أو يعبر عن حتى المشاركة في التعليق على المعلومة أو على الحدث أو نقل الحدث، لكن الإبداع الذي يتألق به الإنسان ويصبح محط إعجاب الجماهير ويكون له شأن متميز في هذه المهنة، هذا من خلال الوسائل الرسمية، لا يكتفي بالحب أو بالرغبة. جميل جميل. وهذا هو دكتور، هذا الحديث يقودنا أيضا إلى تساؤل، رغم كمية الأثار الموجودة وحتى المتابعة الكبيرة للإعلام الرياضي، إلا أننا للأسف حتى هذه الأيام لا نجد تخصص دقيق يعطي هذا الإعلام تقديره من خلال أيضا هذا التأثير الكبير. خليك معي دكتور، أنا أيضا يسعدني من يكون معي الدكتور يوسف الثبيتي أستاذ الإدارة الرياضية في جامعة أم القرى للحديث أيضا عن هذا الموضوع، وهو الرجل الذي يدرس مادة الإعلام الرياضي في قسمه. دكتور أهلا وسهلا بتواجدك. أهلا وسهلا بك خاني، شاكر للدعوة ورحب بك وبالأخوة المستمعين. الله يعطيك العافية دكتور. يمكن سمعت حديثنا في البداية مع الدكتور أيمن حبيب عن الإعلام، وتكلمنا عن الحب لهذا المجال، وقادنا في حديثه أيضا إلى أن المحب ربما أيضا يجب أن لا يكون غير، يجب أن يكون غير الذي يعمل. أنا أعلم أنكم تدرسون هذه المواد في جامعة أم القرى، وليس ولكن ليس بشكل تخصصي كبير. نعم صحيح. أولا سعيد بالمشاركة مع الدكتور أيمن، وتعليق عن الحوار اللي دار بينكم من في الدقائق الماضية بخصوص انتماء ووجود كثير من غير المتخصصين الأكاديميين في هذا المجال، سواء ككتاب أو كمقدمي برامج في الإعلام عموما وفي الإعلام الرياضي خصوصا. في ظني أنا أنه هذا من المميزات اللي يملكها الإعلام. صحيح أنهم غير متخصصين أكاديميا، لكن هذه ميزة أعتقد أنها تضيف الشيء كثير للإعلام. جميل. أنه كثير من المفكرين والشخصيات البارزة في المجتمع وأصحاب المؤهلات العالية في مجالاتهم يعتبرون أن الكتاب مرموقين يشار لهم بالبنان ولهم حضور جيد خصوصا في الإعلام الرياضي. جميل. نرى الأطباء ونرى المهندسين ونرى الحقوقيين ونرى كثير من الشخصيات البارزة في المجتمع تشارك في الوسط الرياضي من خلال منابر الإعلام، سواء كتاب أو من خلال قنوات فضائية إلى آخر. جميل. فهي ميزة ليست يعني ليست من العيوب اللي تحسب الإعلام. طيب. الرياضي. لكن دكتور خليني أسألك، معلش اسمح لي، لكن البوابة وسيعة، خليني أؤكد على النقطة هذه، البوابة وسيعة إلى حد أنه في شخصيات فعلا يعني غير مؤهلة وقد تسيء لما هو موجود في الإعلام الرياضي. هذه هي المشكلة. جميل. أنت دكتور ذكرت بأن هذه النقطة ربما تكون ميزة، خليني أسألك، إن كانت بالفعل ميزة وتواجد معظما في المجال بهذه الطريقة، لماذا يكون هناك تخصص ونطالب أن يكون هناك تخصص في هذا المجال؟ ليست ميزة تلغي التخصص، هناك من يجيدون وضع بعض يعني تقديم بعض الوصفات التي تعالج كثير من الأمراض، هل هذا يعني أن نستغني عن كليات الطب؟ هذا كلام غير منطقي. لكن الجميل في الإعلام الرياضي أنه يترك مساحة جيدة للمشاركة الشخصيات وأصحاب الفكر في المجتمع في الإعلام وفي الإعلام الرياضي خصوصا. أما بالنسبة عن سؤالك في ما تقدم الجامعات والتخصصات الأكاديمية إلى الآن في هذا المجال. جميل. فأنا ما أستطيع أتحدث عن أقسام الإعلام الرياضي في وجود الدكتور أيمن، لكن بالنسبة لنا في أقسام التربية البدنية
والرياضة سواء عندنا في جامعة القرى أو في بقية الجامعات السعودية. الحقيقة نحن يعني نستشعر أهمية هذا المجال، لذلك في مواد البكالوريوس نحن نقدم مادة، والحقيقة مادة واحدة لا تكفي، لكنها صحيح. مع زحمة المتطلبات للخطط الدراسية مادة واحدة نعطي فيها الأساسيات حتى يخرج طلابنا وهم مدركين للدور الذي لابد أن يتنبه له العاملين في الإعلام الرياضي. جميل. الإعلام الرياضي مؤثر في مجتمعاتنا بشكل كبير، ليس فقط في مجتمعاتنا بل في كل المجتمعات. بالتأكيد. فالمواد اللي نقدمها في البكالوريوس تعطي يعني المقدمة المطلوبة للطالب، لكن في الدراسات العليا في برنامج الماجستير عندنا في جامعة أم القرى هناك مادة أيضا أكثر تخصصية، وكثير من طلاب الماجستير الآن يرغبون يعني نتيجة للزخم الإعلامي الكبير. بالتأكيد. ماكينة الإعلام الرياضي، كثير منهم يرغبون في تقديم دراسات وأبحاث في الإعلام الرياضي. جميل. الإعلام الرياضي وعلاقته بالشغب، علاقته بالتعصب، علاقة نجوم الرياضة والإعلام وتأثيرهم على القيم والمبادئ المجتمع وتأثيرهم على النش إلى آخر من الموضوعات اللي الآن أصبح صدرت كرسائل الماجستير وبعضها ما زال تحت الدراسة. ممتاز. جميل. دكتور أنا بأسألك بكل صراحة، يعني إحنا نستثمر وجودك معنا، إحنا طالما نتكلم عن الإعلام والرياضة بالتأكيد، أنتوا في أقسام الرياضة سواء في جامعة أم القرى، أنا خليني أسألك في جامعة أم القرى، يدفع إليكم الطلاب الذين لا يقبلوا في أي أقسام الجامعة يدفعوا إلى قسم الأقسام الرياضة التربية البدنية وأقسام الإعلام، وبالتالي هم أيضا لا يرغبون بالتواجد في هذه الأقسام، هل هذا الشيء صحيح دكتور؟ ابدا هذا غير صحيح بالنسبه لنا في التربيه البدنيه والرياضه. لماذا؟ قسم التربيه البدنيه والرياضه من الاقسام التي خريجينها يعني ينعمون في هذه الفتره بالحصول على وظائف بدون اي تاخير. جميل. هذا خلق يعني رغبه ودافع قويه عند الطلاب المتقدمين للجامعه للدخول لقسم التربيه البدنيه، ونحن نعاني في السنوات الاخيره من اعداد كبيره ومقاعد محدوده بالنسبه لاعداد المقبولين، فهذا كلام ما ينطبق علينا في قسم التربية البدنية. في عندكم اختبارات دكتور للقبول في هذا القسم؟ عندنا بالتأكيد قدرات البدنية يعني هي المعيار الأول، ثم بعد ذلك المقابلة الشخصية بالإضافة للاشتراطات العامة في الجامعة من احتساب المعدل السنوي واختبار قدرات إلى آخره. جميل جدا. دكتور يوسف ثبيتي أستاذ الإدارة الرياضية بجامعة أم القرى، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. دكتور أيمن أعود لك من ما ختمت به مع الدكتور يوسف، في أقسام الإعلام هل تؤيد بأن يتواجد هناك اختبارات وذات معايير معينة لقبول الطلاب في هذه الأقسام؟ من الضروري جدا، وأنا أعتقد أنها موجودة لكن يبدو لي غير كافية، غير مفعلة. يعني موجودة منذ زمن، يعني وأذكر حتى عندما كنا ندرس في قسم إعلام جامعة الملك عبد العزيز كانت تجرى مقابلة شخصية قبل القبول للطلبة معرفة أسباب اختيارهم لهذا التخصص، مدى تناسبهم مع، لكنها أفضلت يعني مع الأسف الشديد أو أنها غير مفعلة كما تفضلت في الوقت الراهن، ولذلك نجد أن بعض الأخوة الطلبة يضلوا الطريق ويعتقدوا أن سهولة الالتحاق في قسم الإعلام كما هو الانطباع السائد تشجعهم على المضي قدما، تفاجأوا خاصة أن أقسام الإعلام الآن أصبح لديها معايير باهظة الصعوبة من الناحية المهنية والتطبيقية، أصبح مطالبات بمشاركات عملية فعلية لتكشف مدى قدرات للأسف يعني بعد أن يمضي الطالب حسب تجربتي في المتواضعة في جامعة أم القرى في جامعة الملك عبد العزيز يحاول بعض الطلاب التراجع، لكن يصعب عليهم الأمر اللي استهلكت منهم بعض الزمن، يغادر بعضهم بالاستكمال أو بمواصلة المسيرة، ولكن للأسف يخفقوا بعد التخرج لا يجوز لهم مكان، الصحف أو وسائل الإعلام الحقيقية والناجحة والمتميزة. جميل. لا تقبل إلا المتميزين من الخريجين. بالتأكيد. هناك اختبارات وإنما هناك تجربة مهنية، مشكلة العمل الإعلامي التي لا يدركها الكثيرون
ويعني تغيب عن وعي الطلبة قبل الالتحاق بالجامعة أو حتى في بدايات الالتحاق. ولذلك عندما سألتني ماذا تقدم للطلبة في محاضراتك أو في تدريسك الجامعي، جميل، أهم ما أريد أن أقدمه أو كنت أحرص على تقديمه، لماذا اخترت التخصص الإعلام. جميل. وأحيانا أستهلك المحاضرتين أو ثلاثة أو أسبوعين أو أكثر في بدايات أي فصل دراسي، وكنت حريص على أن أدرس الطلبة الحديثي الالتحاق، أريد أن أساعدهم في الاختيار لمعرفة أبعاد وأهمية الرسالة الإعلامية. بالتأكيد. هل أنت مهيئ لها أو أنك فقط تريد أن تلتحق بتخصص سهل كما يسوق البعض وكما يحلل البعض أن يعتقد ذلك؟ جميل جدا. الكثير منهم يعني دخل الإعلام وهو لا يدرك يعني أهمية هذا التخصص أو جسامة الاختيار الذي سيتوقف عليه مستقبل حياته ربما لنصف قرن من الزمان. جميل جدا. بعضهم يستفيد من هذا التفرغ الكامل، لا أقدم أي مواد، لا أعرف بالمادة بقدر ما أريد أن أعرف لماذا أختار طالب الراديو والتلفزيون، طالب العلاقات العامة الإعلام. بالتأكيد دكتور. أعتقد مستوى الإعلام مطالبة بإعادة النظر في منهجياتها وفي معايير الالتحاق بهذا التخصص. جميل. وأعتقد أن زملائنا الأساتذة الدكاترة لن يعيبهم أن يتلقوا مزيد من التدريب لمعرفة احتياجات سوق العمل الإعلامي. جميل جدا. يعني التهيئ لتهيئة الطلاب وتأهيلهم لهذه الاحتياجات. جميل. أن ندرس الطلبة مناهج إعلامية قديمة، فنحن نقدم لوسائل الإعلام مخرجات معلبة. وأنا دكتور منها. جميل. أنا دكتور اسمح لي أن نتحدث في هذه المخرجات وبالتحديد في المجال الرياضي بعد هذا الفاصل. أيضا سيكون معنا الأستاذ علي الزهراني الكاتب الرياضي القدير والرجل الخبير في هذا المجال لنتكلم عن هذه المخرجات بشكل أكبر بعد هذا الفاصل. ضربة البداية في خط المنتصف مع هناء العلواني. عودة لكم مستمعينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة في هذا المساء والتي بالتأكيد نناقش فيها إعلامنا الرياضي بين الواقع والمأمول. طبعا كان الحديث مع الدكتور أيمن حبيب في كثير من جزئيات الإعلام، أيضا تداخل معنا الدكتور يوسف الثبيتي في أستاذ الإدارة الرياضية في جامعة أم القرى للحديث عن إمكانية تواجد هذا التخصص وتأييد تواجد هذا التخصص بشكل كبير لما له من إقبال ورغبة من كافة شرائح المجتمع الرياضي والمتابعين الرياضيين. طبعا قبل الفاصل كنا نتكلم مع الدكتور أيمن حبيب في أن الـ 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 أيضا من يقدم هذه المواد يجب أن يقدمها بشكل عصري وشكل جديد وجميل، أيضا تقدم من خلاله حتى تواكب الثورة الإعلامية المتواجدة سواء في الرياضة أو في كل المجالات. أنا دكتور خليني أيضا أسألك عن هذا الموضوع، وأنت تحدثت عن أنك تؤيد الدخول بهذه الطريقة وربما أيضا تكون مخرجاتها بشكل جدا مناسب. أسألك عن موضوع الصحف الإلكترونية دكتور، وخليني أقول لك قصة كذا بسيطة. قبل فترة واجهت أحد الشباب اللي لسه يعني في المجال، جديدين يعني في المجال، أتوقع الخط يعني فصل مع الدكتور أيمن، راح نرجع نتصل بالدكتور. كان التساؤل عن موضوع الصحف الإلكترونية أصبحت متواجدة بشكل كبير وأصبحت أيضا تقدم رؤساء تحرير لها بشكل كبير. خليني أنا أسأل الدكتور بعد عودته لنا، أيضا ينضم إلينا الأستاذ علي الزهراني الكاتب الرياضي القدير والخبير في المجال الرياضي. أستاذ علي أهلا وسهلا بتواجده. أهلا وسهلا، مساء الخير، حياك الله هاني، مساء عليكم، مساء ضيوفك الكرام وعلى المستمعين الأعزاء. الله يعطيك العافية. يمكن أنت كنت معنا على السمع من بداية الحلقة في جزئيات هذا الحديث. احنا تكلمنا عن مطالبة بتوجد تواجد تخصص للإعلام الرياضي، بس خلينا نسألك في جزئيتك أنت كخبير في هذا المجال، تعانون بشكل أو بآخر من كثرة من يتواجدوا في المجال الإعلامي ويظهروا من خلال المجال الإعلامي؟
اولا احييك على يعني اعتماد مثل هذه الطروحات الجيده ومناقشتها، لانه بصراحه مثل هذه الامور اصبحت يعني من الضروره بمكان طرحها حتى نوجد الصيغه المثلى لايجاد الحلول لكبح جماح هذا التجاوز وهذا الانفلات الذي تشهده الساحه الاعلاميه للاسف الشديد، والذي للاسف الشديد انه بدا يتنامى بطريقه اصبحت مؤثراتها لا مؤثرة بالتاكيد بكل تاكيد لا ترتبط في مجال الرياضه، بل يمكن حتى تنعكس حتى على الجوانب الاخلاقيه والقيم والمبادئ للمجتمع بصفه عامه، لانه اصبح هذا الانفلات الاعلامي الخطير ربما يشكل حاجز خطر كبير على الكثير من الامور المتعلقه بالمجتمع، فبالتالي وجب التدخل في يعني كبح جماح هذا الامر. بلا شك نحن نعاني، والكم اصبح يطغى على الكيف. جميل. المجال الاعلامي للاسف الشديد حاليا اصبح يعني الكل يقول انه اصبح مهنه لا يعني مهنه من لا مهنه له، مقوله متواجده بالتاكيد. متواجد طبعا، تتردد هذه المقوله، يمكن حتى لو وضعنا يعني اعلام الماضي مع او قارناه باعلام الحاضر، فاعتقد انه في الماضي كان هناك احترافيه، كان هناك يعني تقنين، كان هناك يعني انماط شتى من روعه العمل المهني الاعلامي. جميل. اما في هذه المرحله وخصوصا مع يعني مع تنامي الاعلام الجديد، اصبحت الامور يعني تثير او تشكل الكثير من المخاطر على جميل. هذه المهنه ووسائلها المختلفه. جميل، انت ذكرت بانه يجب ان يكون هناك تدخل. انا اسالك بكل صراحه، مع هذا الوقت وهذا الزمن الذي نجد فيه انفتاحيه كبيره على مستوى الاعلام وعلى كل المستويات، كيف يكون تدخل عدم تكميم للافواه وللاراء؟ مكمن الخطر هاني هو في استغلال سقف الحرية المرتفع، يعني نحن لا نطالب بضرورة تكميم الأفواه أو العودة إلى العصور عصور الظلام السابقة، ولكن نطالب بضرورة أن يكون هناك أنظمة وقوانين ولوائح تردع المتجاوزين. لا يعني بالضرورة أن يكون هناك مساحة أو هامش مرتفع للحرية أن يتم استغلالها من بعض ضعاف النفوس لتشويه الإعلام بهذه الصورة المخجلة والمخلة، لا سيما في الإعلام الرياضي. بأمانة أقول لك يا بصراحة، هناك تجاوزات وهناك يعني ساهمت في كثير من الاحتقان للجماهير الرياضية، وساهمت أيضا في تاجيج الشارع الرياضي أو المجتمع الرياضي عن بكرة أبيه. الحرية يعني مطلوبة في المجال الإعلامي. نحن أيضا كمجتمع يجب أن نساير المجتمعات الأخرى في عملية الانفتاح الإعلامي، ولكن يجب أن يكون هناك ضبط وربط لهذه الأمور التي أخلت بالمهنة الإعلامية. جميل. وتم استغلال الحرية الإعلامية خصوصا في المجال الرياضي بطريقة خاطئة. طيب. لدرجة أنه هذا المجال، وأسمح لي في هذه النقطة فضل. المهمة جدا، المجال الرياضي تحديدا أصبح نافذة مشجعة أو مغرية لبعض يعني بعض الخبثاء الذين يحاولون التغلغل في الأوساط في أوساطنا الاجتماعية من خلال الرياضة، وبالتالي بث سموم الفرقة وتفتيت اللحمة الوطنية، وهذا ما يجب أن يكون عليه الحال من قبل وزارة الداخلية ومن قبل وزارة الثقافة والإعلام. وهذا اللي كنت بسألك، وأنا بسألك من المسؤول المباشر الآن عن وضع حدود وآلية ومعايير لكل من يعمل في هذا المجال بصراحة، وحقيقة في الأكبر وفي الأكثر من يعمل بشكل رسمي في هذا المجال بعيدا عن مواقع التواصل الاجتماعي. هاني زميلي هاني، هناك عدة جهات جميعها تشترك في المسؤولية. إن أخذناها عن الجانب المهني، أعتقد وزارة الثقافة والإعلام يجب أن تطلع بدور كبير جدا، خصوصا في هذه المرحلة التي شهدت مرحلة تغيير في القيادات في القيادات المسؤولة في هذه الوزارة. أضف إلى ذلك من يتم الاعتماد عليهم أو توكل لهم مسؤولية قيادة هذه الصحف أو هذه البرامج الرياضية أو هذه الصحف حتى الإلكترونية، يجب أن يتم اختيارهم بطريقة منظمة وبطريقة مهنية وبطريقة احترافية، حتى يكون المسؤول هو لديه القدرة في عملية وضع الخطوط الحمراء لاتجاه
ما يطرح أو ما يقال. أضف إلى ذلك أن وزارة الداخلية يجب أيضا أن يكون لها دور في المشاركة في هذا الجانب، لأنه كما هو ما متعارف عليه أو كما هو ملاحظ في هذه المرحلة أنه هناك الشتم والقدح والقذف وإلى آخره، وهذه كلها تتنافى مع القيمة الإنسانية الحقيقية. فبالتالي يفترض أن يكون لمسؤولي الصحف ووزارة الداخلية ووزارة الثقافة والإعلام هذا الثالوث يجب أن يكون لديه ورشة عمل يعني مستمرة ودائمة حتى توجد الصيغة الملائمة لوضع الضوابط والشروط الملائمة للإعلام الحديث حتى تنتفي منه مثل هذه الجوانب التي للأسف الشديد بدأت تأخذ أو تشجع حتى صغار السن ليسلكوا مسلكها من خلال الشتم والقدح. أضيف إلى ذلك أنه لم يرتبط الآن الأمر هاني يسمح لي في هذه الفضلية على 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 الصحف الورقية أو على التلفزيون والإذاعة، لا، بل هناك الآن وسيلة إعلام جديد تسمى تويتر. هذه الوسيلة يجب أيضا تضع تحت الرقابة من قبل وزارة الثقافة والإعلام، ويتم التعامل معها وفق ما يتم التعامل به مع بقية الصحف، لأنه هناك تجاوزات وهناك حرية تستغل بطريقة يعني تؤجج المجتمع وتؤجج، وبالعكس يمكن المتابعين الآن في تويتر يفوقون المتابعين للصحف الورقية في هذه المرحلة. فبالتالي وجب أن يتم وضع تويتر تحديدا تحت الرقابة الصارمة من قبل الجهات المعنية، واعتباره على أنه وسيلة إعلامية رسمية لا تختلف عن بقية الصحف أو البرامج التلفزيونية. جميل جميل جدا. في حديثك ذكرت كثير من الجهات، أيضا ذكرت المؤسسات الصحفية، بالتأكيد لها دور ودور كبير جدا. أنا راح أتكلم معك في موضوع المؤسسات الصحفية، وأيضا راح يكون معنا الأستاذ عبدالله فلاتة رئيس المسؤول عن القسم الرياضي في صحيفة المدينة، ونتكلم أيضا عن هذا الموضوع، نتكلم عن لماذا بشكل أو بآخر ربما لدى البعض فكرة بأن الجانب الربحي طغى على الخدمة المجتمعية التي يجب أن تتواجد في كل منظومة في المملكة العربية السعودية. بعد هذا الفاصل ضربة البداية في خط المنتصف مع هناء العلواني. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مرة أخرى في حلقتنا من خط المنتصف لهذا المساء، والتي نناقش فيها إعلامنا الرياضي أو إعلامنا الرياضي بين الواقع والمأمول. معنا عبر الهاتف الأستاذ علي الزهراني الكاتب الرياضي القدير. كنا نتحدث الأستاذ علي قبل الفاصل عن من يتحمل هذه المسؤولية، ذكرت ثلاث جهات. نحن نتكلم في الجهات التي بالفعل هي قريبة منا ونستطيع جميعا أن نغير فيها سواء من أنفسنا أو معهم بشكل كبير. تكلمنا عن المؤسسة الصحفية ودورها. أنا خليني أقول لك مثال كذا بسيط أمس احنا ذكرناه في البرنامج، في خبر أمس عن ترشح الأستاذ أحمد عيد للمكتب التنفيذي ووجوده في منافسة مع الأستاذ ياسر المسحل. كان في خبر في أحد الصحف في مقارنة بين من يوافق على ترشيح أحمد عيد للمكتب التنفيذي ومن يوافق على ترشيح ياسر المسحل. الخبر قال من يرشح أحمد عيد فهو بالتأكيد يجحف بحق ياسر المسحل وما قدمه للكرة السعودية، ومن يرشح أحمد عيد بالتأكيد ومن يرشح ياسر المسحل بالتأكيد يقول أننا لا نثق في أحمد عيد كرئيس للاتحاد السعودي لكرة القدم. أنا أبغى وجهة نظرك في مثل هذا الطرح في صحيفة رسمية ومتابعة. مثل هذا الطرح يعني أنا أشوف مثل هذا الطرح يعني مشروع للجميع، وأرجع وأقول أنه النقد أو الانتقاد مقفول لأصحابه متى ما كان في حدود الأدب ومتى ما كان في حدود المهنية. خلافنا ليس في الانتقاد، خلافنا ليس في يعني إبراز الرأي الذي يظهر مثلا الاختلاف في الآراء أو يظهر رأي صريح تجاه قضية ما حتى وإن اختلفت مع الجوانب الأخرى، ولكن قضيتنا الأساسية والجوهرية مع الخلط في المفاهيم النقدية تحديدا، بحيث أن يكون هناك يعني ضبابية في التعاطي مع القضايا الرياضية المطروحة من خلال
بعض القضايا تجد هناك تحكم وهناك أيضا تقريع وهناك شتم وهناك اتهام وهناك دخول في الذمام، هذا هو المرفوض. أما مسألة الانتقاد بين مثلا فريقين أو فئتين، فئة ترى بأنه أحمد عيد هو الأجدر بحمل عضوية العضوية الأسوية، وفئة أخرى تذهب إلى مناصرة ياسر المسحل، فأعتقد أنه هذا طبيعي وهذا الحراك هو المطلوب طالما يسير في نمطية الإعلام المتزن. جميل. والعقلاني والمتعاقل. جميل. لكن جدا. دعني يعني بما أنك فتحت هذه الجزئية تحديدا، خليني أبدي رأيي أيضا بس بشكل سريع. بشكل سريع، أنا أرى أن ياسر المسحل من الصفات الإدارية الرائعة جدا، ونحن الآن في هذه المرحلة في أمس الحاجة لتشجيع الكوادر الوطنية الشابة التي لديها القدرة ولديها الحس العالي في الجانب الإداري حتى تأخذ دورها القادم في خدمة الرياضة. مسألة ما نعانيه احنا كرياضيين هي تعدد المناصب، يجب أن يكون هناك تقييم في عملية منح المسؤولية سواء داخل منظومة اتحاد كرة القدم السعودي أو رعاية الشباب أو حتى في يعني بعض العضوية التي تمثل الرياضة السعودية في الاتحاد القاري، لأنه كلما كان التركيز على الشباب الذي لديهم اللياقة واللباقة ولديهم القدرة والمهنية العالية، فأنا أعتقد أن هذه خطوة موفقة. جميل جدا. برياضتنا إلى الأمام. جميل جدا. معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ عبدالله فلاتة رئيس القسم الرياضي في صحيفة المدينة. أستاذ عبدالله، أنا سعيد جدا بمداخلتك، وخليني أبدأ معك كذا بقوة. أنتم متهمون في الصحافة بأنكم غلبتم أو بدأتم تغلبوا جانب الربح على جانب التنمية المجتمعية. أول شيء أنا سعيد يعني بالحوار الشيخ ده من أول الصراحة استمع. الله يعطيك. سعيد جدا بالدكتور أيمن حبيب. دكتور أيمن بالنسبة لي أستاذي أول ما بدأت مشواري الصحفي من خلال توجيهاته بالنسبة لي، وكان مصير علي أن أكون صحفي اقتصادي بحكم التخصص، لكن شاءت الظروف أو شاء الميول أن أكون صحفي رياضي. جميل. بالنسبة للصحافة الرياضية بالتحديد، الصحافة الرياضية فيها ميزة غير موجودة في الأقسام الأخرى، نسبة السقف الحرية عالية، حتى وإن في بعض الإساءات وبعض الخروج على النص يختلف معها تماما ويختلف معها كلية، لكن تعال شوف لأصل الإعلام في المملكة، جهابذة الإعلام في المملكة قال فيها تمر من خلال الصفحات الرياضية. جميل. قمة الهرم الآن أكبر رؤساء تحرير من المجال الرياضي. بالنسبة لموضوع الربحية، بالتأكيد أن مهمة الصحافة خدمة اجتماعية، مهمتها التنوير، لكن التجاهل مسألة الربحية هذا كلام غير مقبول إطلاقا، بل الصحف تعتمد بشكل كبير على ما يقدم في الصحف الرياضية ولها أرقام توزيع ظاهرة لا يمكن أن تجاهلها، وإن تجاهلتها فلا أصلح لأي منصب قيادي. أرقام توزيع توضع في الاعتبار في عمق مبيعاتي، يوضع في الاعتبار. جميل. لكن في كل الأحوال بعض الإثارة السلبية والغير إيجابية وغير المحمودة لا مرفوضة تماما، علما أنه ما يسمح في المجال الرياضي لا يسمح في غيره. كمثال صاروخ على تسديدة قوية موجودة سواء في صحفنا المحلية أو إلى رائدة الإعلام في البي بي سي. جميل. يعني هذه هي الصحافة الرياضية، عندها خروج عن النص مقنن. لكن البعض من غير يعني استيعاب للعملية بيوجه انتقادات، هذا كلام غير صحيح. وفي نفس الوقت البعض الآخر إلا بتجاوز الحدود. الآن ترى المشكلة ما أصبحت في الصحافة الرياضية، خلينا نتكلم بكل شفافية، في البرامج الرياضية المشكلة أصبحت أكثر وأعمق. أستاذ عبد الله، أنت ذكرت في حديثك، في بداية حديثك، الأستاذ عبد الله معانا ولا انقطع الخط؟ معاك. أيوة. أنت ذكرت في بداية حديثك بأنك لست متخصص في الإعلام، وعشان يمكن المستمع الكريم يكون معانا في الصورة، لا نقعد نقول ما نبقى إلا متخصصين، لا بالفعل إحنا نؤمن بأن غالب القيادات الصحفية في المملكة هم خبراء. لكن خليني أسألك سؤال بكل صراحة، في فترة ماضية أنتم استقيتم الخبرة بعيدا عن هذا التأثير الكبير الذي نجده في هذه الأيام، اليوم من يتواجد في المجال ويريد أن يكتسب الخبرة يكتسب الخبرة أيضا على جانب التأثير على الجماهير والتأثير على طريقة تفكيرهم وأيضا كثير من الأمور، توافقني في هذه النقطة؟ في بس بكل الأحوال ترى كل صحيفة لها مرجعيتها، لها مجلس تحرير يحاسب القسم الرياضي. إذا أنا أتكلم عن الصحف الكبرى
زي المدينة زي عقاب زي الجزيرة زي الرياض لها مرجعية ولها محاسبة. جميل. عملية أن البعض يشعر أنها مفلوتة، لكن على النقيض تماما في بعض البرامج مو كلها طبعا، إحنا ما نهاجم الكل ولا ننتقد الكل. جميل. يحضر الضيف ويشعر نفسه أنه نجم ويقول يترك لنفسه مساحة حرية سقف عالي تماما، بل ارمي بعبارات يعني مسيئة، وهذا بيحصل باستمرار حقيقة. يعني الآن أصبحت المشكلة مرئية أكثر مما هي مقروءة. جميل جميل جدا. أستاذ عبدالله بس أباخذ منك كذا إجابة سريعة قبل ما أروح للأستاذ علي، أنت تعشق كرة السلة، هذه معلومة صحيحة؟ أنا بدايتي أنا أصلاً ألعب كرة السلة. طيب جميل. وتغطياتي بداية مشواري كنت أهتم بكرة السلة ولا زلت. أنا جميل. أنا أتحدث معك وأتابع مباراة السلة بين الاتحاد وحد. طيب جميل جدا. يمكن الناس طيب جميل جدا. أستاذ علي معنا في الحديث، أنا ليش ذكرت كرة السلة؟ يؤسفنا حقيقة بأن نقول بأننا مهتمين بالجانب الرياضي، وبعض البرامج نقول عنها بأنها برامج رياضية، وكثير من المؤسسات تقول بأنها مؤسسات رياضية، إلا أنا لا نجد فيها إلا كرة القدم. هل توافقني في هذه النقطة؟ واضح للعيان، يعني أعتقد أنه الاهتمام الأول والكلي لكرة القدم. يعني الرياضة للأسف الشديد اختزلت في كرة القدم، خصوصا في الصحف في البرامج الرياضية إلا ما ندر. طبعا في برامج حتى قد تسلط الضوء على منافسات كرة السلة، كرة الطائرة، كرة اليد، ولكنها بشكل يعني لا يرتقي إلى المعمول بأمانة. وسبق أن تحدثنا في هذا الجانب وكتبنا عن الدور الذي أنيط بالرئاسة العامة لرعاية الشباب في السابق، حينما أوصت بضرورة أن يكون هناك قنوات رياضية متخصصة لتسليط الضوء على هذه الألعاب المختلفة، لكن في قصور وقصور كبير جدا في ذلك، بحكم أنه المجتمع الرياضي ميال بدرجة كبيرة لكرة القدم. ولكن خليني برضو طالما الزميل عبدالله موجود، يعني وهذه كلمة حق أقولها بصراحة، يعتبر الزميل عبدالله فلاتة من النماذج الإعلامية الرائقة والرائدة والمتميزة في عدم الانجراف حول أو تحويل المطبوعة الرياضية من خلال يعني صفحات الرياضية جريدة المدينة إلى التعصب الغير محمود المذموم. الله يعتبر من المتميزين سواء من خلال مهنيته كرئيس قسم رياضي أو من خلال حضوره في بعض البرامج الرياضية، يعتبر من النماذج التي بصراحة يفخر ويفاخر بها المجال الرياضي. جميل جدا. أنا صعب أني أقول لك نبغى رسالة أخيرة، أو خليني أقول لك نبغى أمنية منك خبير في هذا المجال، في محاولة أن نجعل المجال الرياضي مجال يساعد على التنمية المجتمعية. يجب أن نرسخ في أذهان الأجيال الشابة أن الرياضة جاذبة بمفاهيم مختلفة عما يحدث حاليا. البيئة الرياضية وأقولها بكل أمانة أصبحت بيئة طاردة ومشردة ومنفرة للكثير. هناك تعصب وصل ذروته، والسبب الرئيسي في التجاوزات التي تحدث إما عبر مقالات أو عبر مانشيتات أو عبر برامج رياضية. للأسف المحزن هاني إنه هناك فئة معينة، وبالتأكيد لما نتحدث عن هذه الجوانب لا نتحدث بصيغة التعميم، ولكن نتحدث عن البعض الذين يحاولون أن يظهرون بطولتهم الذاتية من خلال التجاوزات والخروج عن النص والخروج عن المألوف. هذه المرحلة التي نحتاجها أو تحتاجها رياضتنا ويحتاجها أيضا شبابنا وأجيالنا في المملكة العربية جميل. السعودية، أن يكون هناك إعلام يتخذ مسؤولية تجاه ما يحدث في صحيح. الرياضي صحيح. في العقلاني والمتعقل بعيدا عن التجاوزات، و من يتجاوز يجب أن يضع تحت طائلة المساءلة، سواء كاتب سواء برنامج سواء برنامج تلفزيوني. وأعتقد أن العملية من خلال وضع الضوابط القانونية الرادعة ستحد كثيرا من التجاوزات. جميل جدا. الأستاذ علي الزهراني الكاتب الرياضي القدير، شكرا جزيلا لمداخلتك معنا. شكرا لك. شكرا لك. أستاذ عبدالله أيضا أختم معك، نقول الختام مسك مع الأستاذ عبدالله فلاتة، أيضا أمنية بشكل مختصر أو حتى رسالة ربما توجهها للمتابع وحتى للمسؤول في التقنين ووضع المعايير في هذه الموضوعات. أول شيء أنا أحب أشكر الأستاذ علي وقام إعلامي على الكلام اللي قال حقيقة. بالنسبة أنا بس أقول نقطتين. تفضل. سلات ولا دراسة القسم الرياضي في صحيفة المدينة
اجتمع بي شخص إعلامي كبير ومخضرم أهم وأنا شخصيا. جميل. قال لي وصيتي، قال لي إذا تبغى تفشل ركز على كرة السلة. والنقطة الثانية قال لي ترى الحيادية المبالغ فيها قاتلة، هذا الواقع وتعامل مع ما هو كائن، ولا تقعد طول وقتك تبحث عن ما يجب أن يكون. تتعامل في اعتباري وأمنت بالتخصص الآن، ما يكتب عندي في صحيفة المدينة عن أنا الحكام والتحكيم سوى الزميل علي الأحمري هو رئيس لجنة فرعية بأبها عشان يحط حد في عملية، ما يكتب عن مثلا كرة السلة عبد الشرقي كابتن منتخب المملكة في كرة السلة. جميل جدا. العملية حقيقة بالاتفاق مع مجلس التحرير بالتخصص، العبارات الإنشائية اللي يكتبها المحرر لا يمكن يكتبها، المحرر لا يمكن أنه يكتب رأي، نقاط معينة تضمن لي أنا كمسؤول عن صفحات رياضية أني أضمن فيها المهنية. بالنسبة للمعايير طبعا بالتأكيد وزارة باختصار أستاذ عبد الله، وزارة الإعلام معنية بالأمر بالتأكيد. وهي مرجعية في هذا الجانب، وكمان الصحف والمسؤولين داخل الصحف والمسؤولين في البرامج الرياضية معنيين حقيقة في هذه الأمور، وبالذات البرامج الحوارية من يدير الحوار يجب أن يكون على قدر من المسؤولية. جميل جدا الأستاذ عبد الله فلاتة رئيس القسم الرياضي في صحيفة المدينة، شكرا جزيلا لك. طبعا مستمعينا الكرام كان هذا ختام حلقتنا التي ناقشنا فيها إعلامنا واقعه وما نتأمل أن يكون. طبعا أخيرا نقول رسالة مهمة، كل من يأكل من خير هذه البلد بالتأكيد ويعمل فيها من مؤسسات ورجال أعمال وهيئات وغيره في كافة المجالات يجب أن يدرك تماما بأنه يجب أن يكون لديه مسؤولية تجاه مجتمعه، مسؤولية تطغى على الأنانية بشكل كبير. أتمنى شخصيا بأني أكون قد وفقت في وضع مبادرة أو حتى رؤية تظهر بأننا نريد أن يكون الإعلام الرياضي واجهة المملكة العربية السعودية بشكل أفضل، بشكل أفضل، وأيضا يخدم المجتمع ويثقف ويوعي. هاني الحجازي يتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة، في أمان الله.